السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة، نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونبحث فيها مع الصحفيين والكتاب والمحللين مجمل ما تناولته الصحافة من أحداث. وضيفنا لهذه الحلقة الزميل والصحفي توفيق الشنواح، الصحفي في صحيفة الثورة الرسمية، ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية. والبداية من صحيفة الصحوة. استنكارا لما يحدث في حاشد، مشايخ ووجهاء يحملون الدولة المسؤولية. وزير الشؤون القانونية: إعداد وإصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة لن يأخذ وقتا طويلا. الصراع المسلح يهدد مخرجات الحوار الوطني ويفكك النسيج الاجتماعي. مقتل قائد كتيبة الصاعقة في قوات الأمن الخاصة ونجاة عقيد بالأمن السياسي. الحوثي يحشد مسلحيه إلى أرحب بعد عبور حاشد. وزير الخارجية: اليمن تحتاج لإعلان واضح من مجلس الأمن ضد الميليشيات المسلحة. صحيفة الجمهورية: رئيس الجمهورية: الدستور سيتضمن أن الشريعة الإسلامية مصدر كل السلطات والوحدة ستكون مصانة. الحكومة تناقش مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. قلق أوروبي تجاه محاولات إعاقة العملية الانتقالية في بلادنا. صحيفة المصدر: الحوثيون يحتلون المؤسسات الحكومية في حوث. الرئيس يستدعي محافظ عمران ووجهات قبلية لمناقشة التطورات في المحافظة. الحوثي ينقض اتفاق أرحب ويحرك إليها دبابات ومدافع وعشرات المسلحين. الناطق باسم المهجرين: لن نرحل من صنعاء حتى نعود إلى دماج أو تعلن الدولة استقلال صعدة عن اليمن. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية: الصحوانت، القائمة بأعمال سفارة أمريكا بصنعاء ندعم جهود تنفيذ مخرجات الحوار. الزياني، دول الخليج ستواصل دعمها لليمن لإنجاح التسوية السياسية. الخبر، اتهامات للنائب العام بإخفاء ملفات فساد تدين النظام السابق. إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بين مسلحي الحراك وحراسة المجمع الحكومي بالضالع. مارب برس، مجلس المعتقلين يحمل الرئيس المسؤولية ويدعو مكونات الثورة والمشترك إلى اجتماع طارئ. الأهالي نت، رضي المتوكل: حروب الحوثي كذبة ودعاية لتغطية أهداف سياسية للسيطرة على مساحات أوسع من الأرض. في الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. الحياة اللبنانية، 60 مليون دولار من الكويت لتمويل كليات متخصصة في اليمن. الخليج الإماراتية، مقتل 4 جنود في كمين نصبهم مسلحون جنوب اليمن. البيان الإماراتية، تحذير أممي من زعزعة الفقر للتسوية في اليمن ومقتل 4 جنود في شبوة.
في صحيفة الجمهورية كتب مصطفى راجح مقالا تحت عنوان الموقف الغامض لرعاة المبادرة من التوسع الحوثي. استغرب صمت الدول الراعية للمبادرة الخليجية من التوسع الحوثي في المناطق المحيطة بصنعاء، مؤكدا الموقف الغامض والمريب للمجتمع الدولي يثير الكثير من الشكوك حول النوايا التي تبيتها تلك الدول المهيمنة في العالم حول مصير اليمن وخارطته الجيوسياسية. لماذا يواجه التوسع الحوثي المسلح في مناطق الهضبة القبلية العليا بالبرود واللامبالاة من قبل المجتمع الدولي ورعاة المبادرة والتسوية السياسية واتفاقية نقل السلطة؟ هل التوسع نحو المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء مجرد حدث عابر لا يستحق الالتفات؟ وهل هذا التوسع والاحتراب الأهلي لا يعد فعلا معرقلا للمرحلة الانتقالية، وبالتالي لا يصنفه المبعوث الأممي ورعاة المبادرة كفعل معرقل يحتاج إلى إدراجه في تقارير جمال بن عمر وبيانات مجلس الأمن الدولي؟ هذه التساؤلات تثير أكثر من علامة استفهام حول موقف رعاة المبادرة واتفاقية نقل السلطة من الاختلالات العميقة التي تواجه هذا المسار، بل وتهدد الكيان اليمني برمته من خلال الحرب الأهلية التي تلوح في شمال الشمال والتي تنطوي على فرض ميليشيات مسلحة لنفوذها على الأرض بقوة السلاح. الموقف الغامض والمريب للمجتمع الدولي يثير الكثير من الشكوك حول النوايا التي تبيتها الدول المهيمنة في العالم والإقليم حول مصير اليمن وخارطته الجيوسياسية، ويفتح باب التكهنات حول الهدف النهائي لهذه الرعاية الدولية والإقليمية واحتمالات تقسيم اليمن، وهو ما يوحي به انتشار الحرب الأهلية المذهبية والميليشيات المسلحة. ولو تقاعست السلطة الانتقالية ومعها المجتمع الدولي عن دورها الآن إزاء التوسع الحوثي المنتظر في أرحب والجوف، فسوف تفتح بابا للخراب على مستوى اليمن كلها، فليس بعد استكمال الهيمنة على الهضبة وغرور القوة المصاحب لها سوى النظر إلى تتويج الانتصارات كلها بالصرخة باتجاه صنعاء. ولا بد من صنعاء وإن طال السفر. لكل مشروع يتطلع إلى فرض نفسه كعنوان للمرحلة، سواء كانت الإمامة الجديدة أو الجمهورية السبتمبرية. ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها، معنا هنا في الاستوديو الزميل والصحفي توفيق الشنواح، صحفي في صحيفة الثورة الرسمي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. في البداية، هناك عنوان في صحيفة المصدر: الحوثي ينقض اتفاق أرحب ويحرك إليها دبابات ومدافع وعشرات المسلحين. ما قراءتك لهذا العنوان؟ ربما هذا العنوان تعودنا سماعه في الأشهر الماضية للأسف الشديد. في كل الصحف كنا نبكر كل صباح ونقرأ هذا العنوان في معظم الصحف، حتى الصحف ربما الموالية للتيار الحوثي. الحوثي أصبح يتمدد بشكل مخيف جدا، يقابله صمت محلي وعربي وإقليمي مخيف جدا. هذا الصمت يجعلنا والله نخاف حتى على أن نصحى في يوم من الأيام وإذا بالحوثي يطرق أبواب كل واحد منا ويقول اخرجوا، أنا الآن مسيطر وسأعيد الحكم الذي أنا أسعى له بقوة. يعني للأسف الشديد هذا العنوان، تمدد الحوثي وخرقه للهدنة وخرقه للاتفاقيات، سواء التي تشرف عليها اللجان الرئاسية أو الوساطات القبلية، تعودنا هذه الخروقات. يجب أن تقوم الدولة بدورها في وضع حد لهذه الخروقات. نحن لا نتهم الحوثي ونقول أن الحوثي هو غريم، فكرته ليس لنا مشكلة معها كما يقول الكثير من المفكرين والسياسيين. مشكلتنا معه مع خرقه للهدنة، مشكلتنا معه مع حمله للسلاح، مشكلتنا معه مع فرض مشروعه بالقوة، وهذا الأمر الذي ترفضه كل القيم الإنسانية يعني على مختلف مشاربها. يعني فليعتنق الفكر الذي لا يريد، الأهم أنه لا يتعرض اليمنيين بالقتل والتدمير والتفجير. ثورة التغيير رفعت سقف الحرية، فليحمل كل فرد أو كل طائفة أو كل مكون سياسي مشروعه ويحمله ويسوقه بالطريقة التي يراها، لكن لا يسوقه أو يحمله بالعنف. الفكرة التي يحملها العنف مصيرها الدمار، دمار الفكرة وأصحابها ومن يحملها. هذا الدمار إن كان الحوثي منتحر فالشعب اليمني
قام بثورة عظيمة من أجل أن يحيا، من أجل أن يوقف نزيف الدم، من أجل أن يوقف الموت الذي يتعرض له اليمنيين في كل يوم. كما قلت، نحن نعول على الدولة أن تقوم بواجبها قبل فوات الأوان. أنا أشعر من رؤية شخصية أنه الأوان بدأ يتسلل من الأصابع، الأوان والوقت بدأ ينفذ، هناك خطورة كبيرة. الآن الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء، ما الذي يريده الحوثي؟ إذا كان يريد عودة الحكم الإمامي فهو يعلم، ونحن نعلم أيضا أن هذا المشروع شبيه بإعادة الطفل إلى بطن أمه. في نفس الوقت ما الذي يريد هذا الفصيل؟ طيب يعني، ألا تلاحظ أنه مثلا إذا يعني وقع الحوثي في فخ أو في مستنقع أو في يعني في ورطة، ترى أن اللجان الرئاسية يعني تهطل كما المطر عليهم لإنقاذهم من هذه الورطة. صحيح. بينما إذا شعر بنشوة أو بانتصار مخادع من هنا وهناك يعني تجد الصمت. هل يفسر ذلك أن تكون الدولة يعني بطريقة غير مباشرة أن تكون متواضئة يعني لتأديب طرف ما أو كذا أو إحداث توازن أو على حساب سيادة الدولة وعلى حساب أمن المواطنين؟ هذا الكلام يطرح كثيرا، ويطرح كثيرا من مفكرين، وربما سمعته ذات يوم من شخص مقرب ربما لقيادة كبيرة في الدولة. هذا الطرح أنا أشعر أنه ربما أنه الرئيس عبد الرب منصور هادي نحن نثق بصدقه، ونثق بأنه رجل يحمل مشروع اليمن الوطني الجديد. نعم، لكن مع ذلك نحن نستغرب، ولا زلنا نستغرب، نستبعد أن يكون الرجل الفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يكون لديه هذا الشعور أو لديه هذه النية المبيتة لضرب جهة أو لإفساح المجال أمام تيار سياسي معين للتوسع والاحتلال مناطق معينة في البلاد. لكن إزاء هذا الصمت يؤكد المقولات هذه التي ذكرتها قبل قليل، ويؤكد أبعد من ذلك أن هناك توصيات دولية وهناك وصايات دولية لتمزيق اليمن وإعطاء وتسليم مناطق شاسعة من اليمن لتيارات مسلحة بعينها من أجل الحلول دون نهوض اليمن واستفادته من حركة التحرر والثورة السلمية التي انطلقت في 11 فبراير، وأيضا الاستفادة من المشاريع التنموية الواعدة التي تزخر بها اليمن. طيب هذا هو الذي يضعنا إلى سؤال، ترى أن رعاة المبادرة في أي حركة أو أي حدث يعني يصدرون بيان ينددون كذا، لكن أمام حركة توسع الحوثي التي هي بالحديد والنار، وأمام تلك الأحداث الإجرامية القتل وتدمير البيوت والمساجد وغيرها يعني التي هي بذرة لحرب أهلية واسعة النطاق، نجدهم يصمتون. ألم يعني بذرة خطيرة جدا أن تدخل اليمن في أتون حرب أهلية أو حرب طائفية. هذه مشكلة، هذه أنا أظن أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ويتحرك المجتمع المحلي، نحن لماذا أصبحنا إلى هذا المستوى من الوصاية والارتهان للرأي الخارجي؟ نحن كنا نتمنى أن يكون الرأي محلي خالص يعني، وأن نوقف مثل هذا المسلسل. نحن ليس لدينا مشكلة مع الحوثي في أي فكرة يحملها، لكننا مع مشكلة القتل. يكفي القتل حر، هذه نفس بشرية محرمة. هل ترى أنه يستمد مثلا من تاريخهم السابق؟ الإماميين القدماء كانوا يبطشون باليمنيين، يقتلونهم شر قتلى يعني. اليمنيون تجرعوا من يعني إذا عدنا إلى تاريخهم بلا شك، يعني تجرعوا الكثير من الويلات جراء تعطشهم للقتل وغيرها بلا شك. هل هم يستمدون تاريخهم الحقيقي وهو الطبيعي بالقتل والتصفية والإبادة؟ هو استقاء طبيعي لما 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 نشأوا عنه، لكن أن نظل متفرجين على هذا الوضع. هنا السؤال، كما قلت، فليحمل المشروع، فليحمل الحوثي مشروعه أيا كان، 12 أو 14 أو أي مشروع كان، لكن يجب أن نضع حد، أنه ندافع عن أنفسنا. لماذا هذا القتل يعني؟ يجب أن يتوقف القتل، سواء كان الحوثي كما يقول أنه مظلوم، نحن مع مظلمته 6 حروب ورفعنا الصوت، قلنا هذا الحوثي يجب أن يكون أن يعادله الاعتبار، هو ظلم في الحروب 6، وهذه حروب ورحبنا به في وفرحنا كثيرا، وكنا جنبا إلى جنب معهم في ساحات الثورة وفي ساحات التغيير. لكن حتى في أيام ساحات التغيير كنا عندما يفرح الشباب
نراهم ينعزلون ويحزنون، وعندما تحدث الثورة تقدم على مختلف الأصعدة نراهم ينسحبون ويشككوا في هذا في هذا في هذا التقدم. طيب كل هذه الأمور تدعو إلى الخوف وإلى القلق من أن هناك مشروع سلالي، مشروع عنصري لإعادة الوجه الإمامي في لبوس ثوري أو في لبوس مظلمي مثل ما يروج له على غير في غير في غير مكان وفي غير وسيلة إعلامية. طيب مثلا أنت قلت أنه النظام يعني شن حروبا، النظام السابق نعم شن حروب نعم ضدهم، وكان الشعب اليمني ينكر ذلك بلا شك باعتباره أن هذا حرب ظالمة. نعم. لكن وكان النظام نفسه هو نظام علي عبد الله صالح، يعني كيف تفسر هذا التحالف ونسيان الحوثيين لإجرام علي عبد الله صالح بحقهم وقتلهم وقتله لهم وغيرها من عمليات القتل التي طبعا، والآن هم في شبه تحالف حميمي، يعني كيف ينسوا المجرم الحقيقي الذي اقترف بحقهم الجرائم الكثيرة ويقتلون الأبرياء الذين ناصروهم وكانوا ظلمتهم ورفضوا الدخول في حرب في حروب علي عبد الله صالح السابقة التي شنها على الحوثيين في صعدة. نخشى ما نخشاه أن نفوق في يوم من الأيام وإذا بالحوثيين وعلي عبد الله صالح يقولوا لقد كنتم في كاميرا خفية على مدى 6 حروب مضت في صعدة، ونحن الآن متحالفين. كل ما كان يجري هو وهذا هو الحاصل يعني، وهذا هو وكل ما يجري على أرض الواقع هو يدفعنا لتصديق هذه المقولة. الحروب الستة هل كانت جادة؟ هل كانت لها أهداف أخرى لتصفية قيادات معينة أو لإنهاك الجيش أو للإتجار بالسلاح أو لزيادة الثراء لدى تجار الحروب؟ كل هذه الاحتمالات بدأت تتكشف. نحن نخشى أن يظل الصمت الدولة. طيب. نحن يجب أن نضع حد سواء للحوثي إن كان مظلوم أو للقبائل الأخرى التي تقول أن الحوثي غزاها إلى قراها وتوسع الحقيقة. داخل وهذه الحقيقة الذي يحصل الآن عندما يصوروا مناظر في أرحب وفي مناطق في عمران، هذه ليست مناطق من أفغانستان ولا من طالبان، هي موجودة في أرحب وموجودة في حاشد. طيب هذا توسع الإعلام الرسمي يعني أنا كنت أتمنى لا تسألني هذا السؤال باعتباري أنا أنتمي للمؤسسة كبيرة في الإعلام الرسمي وهي مؤسسة الثورة. للأسف الشديد الإعلام الرسمي أسوأ مما تتصور، بل وأسوأ وأجزم منه أسوأ مما كان في عهد علي عبد الله صالح. في عهد علي عبد الله صالح للأسف الشديد كنا نكتب وكانت تنشر مختلف الأخبار أو مختلف المقالات. الآن للأسف الشديد مع وجود قيادات تحسب على ثورة التغيير ووزير يحسب على ثورة التغيير، لكننا للأسف الإعلام الرسمي أصبح يغرد بعيدا عن حاجات عن الناس السر وعن معاناتهم، مع بعض الاجتهادات الأخرى لبعض الزملاء في عديد من المؤسسات الإعلامية. لكن هذه الاجتهادات وهذه الطموحات الجمهورية وغيرها وهذه الطموحات نعم حتى في قناة اليمن هناك لا ننكر أن هناك نوعا ما طفيف تطور، لكن هذا الإعلام لو سألنا أنفسنا هل هو إعلام الثورة هل هو إعلام 11 فبراير نقول لا وألف لا. للأسف الشديد هذا الإعلام هو شريك فيما يعانيه الشعب اليمني اليوم، وهذه صرخة وهذه مشكلة، وهذه صرخة من الزميل والصحفي توفيق الشنواح، يعني لتغيير سياسة الإعلام الرسمي التي ربما الشعب يرصد له مليارات يا أخي العزيز هذا الإعلام الرسمي، لكنه للأسف الشديد بعيد. هذه المليارات والله لو تذهب لتوظيف الشباب وإيجاد مشاريع للشباب أنها أفضل بكثير من إعلام لا يهتم بمعاناة الناس، ولكنه يهتم الوزير الفلاني التقى بالسفير الفلاني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وانتهى الموضوع، لكن معاناة الناس لا زالت بعيدة للأسف الشديد وحاجاتهم عن الإعلام الرسمي. الزميل طبعا الوقت يداهمنا والكلام معك جدا ممتع، الزميل والصحفي توفيق الشنواح الصحفي في صحيفة الثورة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا الكرام، وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من الأستاذ محمد عبد الله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وعلى صفحتي في الفيسبوك رد عن الدعوة التي يتلقاها الإصلاح بشأن أن يقوم مقام الدولة في التصدي لعناصر العنف والإرهاب والتخريب. بعض الناس يحملون الإصلاح ما لا يحتمله، يريدون منه أن يقوم مقام الدولة في بعض الأمور التي يرون أن الدولة لم تقم بواجبها نحو تلك الأمور، متناسين أو متجاهلين أو راغبين في جره إلى التعاطي مع أساليب لم يتعود الانجرار إليها أو التعامل معها. الإصلاح تنظيم سياسي يسعى إلى تحقيق أهدافه بالوسائل المشروعة والتي تنبثق من الدستور والقوانين المنظمة للعمل السياسي
وهذا هو ما يتقنه. الإصلاح له برنامجه السياسي ونظامه الداخلي ولوائحه الصادرة عنه. البعض بطيبة أو بدهاء يريدون الإصلاح لأغراض متعددة، وهذا مجافي للحقيقة والواقع المعاش. الرجاء من الجميع مهما تباينت أغراضهم أن يتذكروا دائما أنه ليس دواء أبو فاس. ياسر الرعيني رئيس المنسقية العليا للثورة على صفحته في فيسبوك كتب عن معتقل الثورة في السجون: كان حلمهم بناء يمن جديد، واليوم ينتظرون الموت في أي لحظة، ولم يتحرك ضمير السلطة بعد. فلا ضير، فقد اعتقلوا لما يزيد عن عامين بدون ذنب، لأنهم شباب ثورة، وشباب الثورة لا سند لهم ولا حقوق. فلا أدوات المكونات السياسية في الداخل ستعمل لهم، ولا أدوات الرعاية الخارجية. الحرية لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية. القبائل والدفاع عن العاصمة صنعاء كان موضوع فوزي الجرادي على صفحته في الفيسبوك. نتابع: أثبتت الأحداث الأخيرة أن القبائل هي من تحمي العاصمة وليس جيش الدولة، وأنه في حال انكسار جبهة القبائل فسوف تكون صنعاء مفتوحة أمام الحوثي، حينها ستفتح أبواب الحرب الأهلية والتي لن يسلم من آثارها أحد، وستصبح صنعاء بغداد أخرى. قدر القبائل أن تكون صمام أمان الثورة والدرع الحصين للجمهورية، وأكبر المضحين وأقل المستفيدين. الكاتب اللبناني إياد أبو شقرة عبر تغريدة له على صفحة في تويتر أكد أن الحوثيين لم يربحوا بقوتهم والدعم الإيراني، ولكن بالفرقة والخيانة. انتظروا كارثة جديدة ناجمة عن العجز العربي، هذه المرة في اليمن. الحوثيون لا يربحون بقوتهم الذاتية ودعم إيران، بل أيضا من الفرقة والخيانة. الدكتور عبد الله النفيسي عبر تغريدة له على صفحته في تويتر كشف عن الحل الأمثل لاستقرار اليمن: فتح باب العضوية الكاملة لليمن في منظمة مجلس التعاون الخليجي هو الحل الأمثل لاستقرار اليمن والاستفادة من كثافته البشرية. بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على صفحة ذاتها، وعلى موقع القناة على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم. في أمان الله.